خلي قبل ما يعني لان احنا قربنا الحلقه تخلص، كابتن خالد انت قلت قرارات فرديه، في ديكتاتوريه في القرار، في انفراد بقرارات، في حاجات كتير جدا. تمام. طب في ناس تقول طب كابتن خالد انت قاعد ليه في الاتحاد؟ انت المفروض يعني ما انا يعني انا يعني انا الكلام ده كنت اتكلمته مع ناس كتير. انا لما همشي فهتبقى انا يعني باب السعد ده مشي. هم انت بالنسبه لهم معارض، فيعني هتريحهم. هريحهم. وانت مش عايز تريحهم. لا مش عايز اريحهم، عايز احد من القرارات اللي انا مش مقتنع بيها. في حاجات طبعا مقتنع بيها وموافق عليها وكل حاجه. بس في بعض الامور لا، وجودي افضل. بس لما يكون في جمعيه عموميه تحاسبك كابتن خالد ديوان اللي انت مستمر بالشكل ده وموافق او حتى مش موافق ولكن مش مؤثر في اتخاذ قرارات، مش مؤثر في اتخاذ قرار، لان انا اساسا الجمعيه العموميه ادتني صوت واحد. فانا بستخدم الصوت اللي الجمعيه ادتهوني. انا لو عندي صوتين كنت هستخدم الصوتين. طب اسالك سؤال تاني، هل الانتخابات دايما بتفرز الافضل والاحسن؟ لا لا، ده بعد التجارب. لا. طب هل المفروض ما يكونش في انتخابات اصلا في الاتحادات والانديه؟ يكون بالعكس. لازم في انتخابات. لان الانتخابات بتبقى برضو صوره اكبر. ان اعضاء الجمعيه العموميه، فهم 50 نادي 60 نادي على حسب ما بتكون اعضاء الجمعيه العموميه، لما بيشوفوا المرشحين بيقدروا يوزنوهم. فبيقدروا برضو يوصلوا لأصوب، مش الصواب، لأصوب حاجة ممكنة. طب موضوع الأعضاء المعينين، موضوع شايفه مناسب ولا شايفه أن رئيس الاتحاد بيجيب ثلاثة تبعه عشان يوزن كفة قراره؟ بالضبط كده، لأن احنا كان في اتفاق أن كان في حد معين هيخش معانا، وهو على علاقة طيبة برضو برئيس الاتحاد وكده، وبعدين بعديها اعتذر لنا وقال ده مين ده كابتن خالد؟ خلاص بقى، ما احنا قلنا كل حاجه، احنا قلنا كل حاجه في الحلقه يعني. هتيجي على دي يعني، احنا قلنا كل حاجه. المهندس عمرو العروسي. المهندس عمرو العروسي طبعا هتيجي كان طبعا. رئيس منطقه القاهره. وما جاش ليه طيب؟ انا وعدت دكتور نصر السويفي ولازم ناخد حد من الصعيد وعشان ما يزعلوش وكذا. بس طلعت كان الكلام مش صح. بس دايما في الحته دي تحديدا رئيس الاتحاد بيبقى حاطط ايده عليها قوي عشان يأمن. وانا عشان كده يعني طبعا مبسوط ان انا عارف ان في القانون الجديد مفيش تعيينات. ده اكيد، ده اللي انا عارفه. يا ربنا يعني يكرمني ويطلع كده من كده صح، مفيش تعيينات، يبقى ده قرار جمعيه عموميه. طب حاجه اخيره، يمكن قلت دكتور ناصر السويفي ما لعبش كره يد، وكان هو رئيس بعثه المنتخب المصري في بطوله العالم في فرنسا، ما لعبش كره يد ازاي؟ في توزيع الرؤساء البعثات كان كابتن سيد عبد العال، كان هو رئيس البعثه في 2001 لما خدنا رابع العالم في فرنسا. ده كان كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي. فاحنا في توزيع البعثات لما جت فرنسا، توزيع التركات ولا البعثات؟ البعثات، ما هي تركات برضه يعني. ما بس انا يعني انا انت عارف انا ما بسافرش كتير يعني. فقلت انا بطلب ان انا اسافر الرئيس بعثه. كان الرد اللطيف من دكتور خالد، لا انت ما بتحبش مروان، ما ينفعش انت تبقى انت رئيس البعثه. تمام. ده رد من كابتن خالد. احنا وصلنا لنهايه الحلقه، هل بتحب او ما بتحبش اي حد تاني؟ هل لديك اي اقوال اخرى؟ لا، ما فيش اي اقوال اخرى.